طبعا الصوره الصوره اللي ظهرت بها الرئيس صدام كان لابس نجمه وكذا هذول وذياب العلقاوي على ما اظن معاهم آه هاي الصوره اللي بس خلف الكاميرا كان الوالد والله يرحمه حردان اعضاء مجلس قياده الثوره موجودين وعندي ما يوثق هذا الصور موجوده زين بعدها فتره آه بدأ صار الوالد بدا يزور المحافظات الجنوبيه يعني الوالد عنده علاقات مع المحافظات الجنوبيه اشتغل بها وجدي اشتغل فتره من الفترات من كان ضابط الشرطه اشتغل بالمحافظات الجنوبيه وبدا يزور الأعمار الناصريه دياله راح زارها الهدف, الهدف منها مد جسور بين الثوره وبين آه العشاء آه الهدف انه زياره عضو مجلس قياده الثوره اطلاع على حال المواطنين آه يعني آه تأييد كسب تأييد للثوره في وقتها وكان يرافق بهاي الزيارات قسم من الرئيس صدام كان الرئيس صدام كان عضو قياده قطريه ولم يكن عضو مجلس قياده الثوره وزياره العماره معروفه وزياره الصور الناصريه والكوت هذا رافق فيها عندي بعض الصور والوثائق لتأيد هذا الحديث بال 69 بدا بدا مجلس قياده الثوره يتوسع اول مره انضم الى الفريق حماد قبل 30 تموز حماد الشهاب اي الله يرحمه فريق حماد الشهاب وطبعا كان الوالد من يعني من ضمن الناس اللي ضغطوا بهذا الاتجاه لكونه يرتبط بعلاقه اخويه بين الفريق حماد والوالد حنت عندي اخوتي سعد ورعد سميوا باسم اولاد الفريق حماد رعد وسعد فك... وهم اضافه الى جيران ضمن منطقه اليرموك احنا وهذا طبعا مشت مشت الامور مشت الامور بدا يتوسع مجلس قياده الثوره وراها دخل الرئيس صدام وطه ياسين رمضان وعز الدوري تمت اضافتهم الى تشكيلة المجلس تمت اضافتهم تشكيلة مجلس بدا يطعم مجلس قياده الثوره بين العسكر والحزب والحزب صلاح عمر العالي على ما اظن مرتضى يا اتصور همين كذلك المهم بدا يطعم المجلس الثوري يتوسع بس يطعم بالحزب قلت لك العلاقه الحميمه بين البكر والوالد وكذلك يعني حتى الرئيس صدام يعني الرئيس صدام كان يكون كل الاحترام والتقدير للوالد يعني بصراحه وهذا اللي صار مش عجب من ضمن العسكر يعني صدام حسين كانت علاقته مع سعدون غيدان بها ارتياح خلينا نقول يعني كان يعني خلينا نقول ما ما من عنده بغدر كنظام مشعر من عنده بغدر او ما شعر من عنده بطموح عالي او مشعر من عنده يعني ما كان يهدد ما كان يهدد الثوره, الثورة. وكلها بسبب انه البكر كان هاي العلاقه الطيبه العلاقه الطيبه ومن خلالها طبعا مع الرئيس صدام صارت العلاقه فيما بعد فيما بعد طبعا اكيد بعد الثوره بدت تتطور شوي شوي <applause>